هذا الرجل العجوز الذي تصعب عليه الحركة والتنقل بين صفوف المعتصمين في الديوانية أراد بأي شكل من الأشكال مشاركتهم، فلم يجد إلا ترغيب ما يتقرب منه بشرب الماء البارد، وحين جالسته صارحني بألمه حين تنفذ منه قنان الماء ولا يجد ما يقدمه لهم. نجيب إن هلا الرقاش من مي شربت هذا عصائر نوزع. مو تعب عليك انت؟ لا لا والله. شو تحس انت تمام؟ احس روحي مرتاح. شلون؟ وخلصت وظليت صافي هسه. ليش؟ خلص الماي. ويبدو ان تحدي المعاقي لا ينتهي، فوجود من حمل اسم العراق عاليا في المحافل الدولية وحصد له الالقاب والذهبيات لا يقل شأنا عن البقية، فهم توحدوا بوقفتهم وتأسفوا على حكومة لم تقدم لهم ابدا ما يوازي منجزهم الرياضي. من ارض الديوانية، ارض الاحرار، ارض الثوار ذوي الاحتياجات الخاصة، والرياضيين اليوم يخرجون بمظاهرة سلمية في ارض الديوانية تعبيرا عن رأيهم، لأن المعاق هو معاق جسداً ولم يكن في يوم من الأيام معاق عقلاً. إننا نمتلك العلم وأصحاب شهادات وقدمنا إلى العراق الكثير. أي فئة من المجتمع ما دعمه، قلت لك إحنا يعني قلت لك كراسي ما إنه أي شيء دعم ماكو، أنا يعني قلت لك ثاني العالم ماكو أي دعم إلي، يعني أجيبه هواي يعني هواي أوسمة أجي ماكو أي استقبال من المطار، أي شيء أي دعم كل شيء ماكو. كسر رقام قياسية بالقرص، وأطالب بحقي وحق يعني اللاعبين مالتي، عندنا ألعاب عالميين وعندنا ألعاب عراقيين وعندنا يعني أبطال، وكل احنا ضايعة حقوقنا، يعني أنا ما أحكي عن نفسي، ضايعة حقوقنا يعني لا من الدولة لا من أحد يدعمنا لا من أحد، يعني لا نفسيا ولا ماديا ولا رسائل عديدة وبألف معنى ومعنى يشترك الجميع بها ويقدموها على الساسة يفهم حجم المعاناة التي عاشها الشعب لسنوات طويلة. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.